في شخص يا شباب قامت عليه ذيك المرة هبة لا جرت ولا صرت، أعوذ بالله تقوم على أحد. وهذا شخص نفسه أنا ما أطيقه صراحة، مرة ما أطيقه، مدلع بزياد، مرة مدلع. قبل كنت أتابعه، كنت سابق صراحة، كنت مرة سابق، كنت أتابعه مرة في اليوتيوب بس أيام هبة المغالب وشيء، لكن الحين بطل. السلام عليكم، ما شفت تمام جديدكم اليوم، مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن. دخلت التيك توك، في واحد صراحه طلع كذا بوجهي مره من زمان من زمان انا ما شفته، فصراحه ما اطيقه، فبنسوي رياكشن الحين. اوكي، جيبوا مين؟ نور مار. فلا تنسوا لايك واشتراك، حسابات الموجوده تحت الضغط، تابعوني عليها كم، تابعوني على سناب بعد، و ليتس جو نبدا المقطع. شباب هذا هو نور مار، عنده 14 مليون، اخر مره تركته كان 10 مليون، مدري من متى بس ما ادري صراحه، ما صراحه ما طيق اقول لكم، من زمان تركته، من وقت تركت خليل، اللي شاف مقطع خليل. فبندخل مقاطع وبنشوف المقاطع. دودو كان كلب موزة فشخ ويخرب بيت خدودو. هذا اللباس عارفون من يلبسه نصابين التيك توك، اللي يقول لك يا اخي انت لازمك مشان تجيب مصاري لازمك تسعد انت ونص سكرون كل جاي بس هذا القديم عرفتهم صح صراحه ما طيقوا. في عنده فانزات بالهبل وسبايك، فانزات سبايك يا عيال مره زي الكيبوب ولسه اخس. Where you going? Home. هنا وقتها أخذ أمه، فالناس قابت عليه، هي قابت عليه من أجل المقاطع ذي، لأنه يقولون حلب أمها حلب، حلب أم العمرة حلب. أنا صراحة ما أدري، بشوف الحين وبعكم معاهم حق ولا لا. ياه مش تيشيرتات الزق، تيشيرتاته خايسة. الحمد يا عيال، ما ادري ايش النوعيه دي يا اخي. Tell me again. What? Tell me again. Yeah. كمية قرف، وانا صح حواجب زق وحواجب حلوة، بس زق يا اخي وش ذا؟ والله ما ضبطت نفسي عشان نسوي كذا. واحد منشن دركاله. دركال يا حبيب قلبي اقسم بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. منو اجمل مره بالعالم؟ انا. هذه مين شايف هذي؟ برضه ما اطيق زيي يعني. شباب يعني نتكلم على ذا ولا على ذا ولا عليهم اثنين ازيون بعض؟ لا تربين الخرا. سيل الشعر ذاني ما طيقه، وهذا يمكنه خاص بالسودانيين، السودانيين حلو لأنه شيء خاص فيهم يا أخي، أما الباقي مرة تعبان زق. واحد كاتب على بنتي على التيك توك. أصدق ما قلت، أصدق ما قلت. تسوي شيء. السلام عليكم يا شباب، معكم ياس. يلا سكر يلا. عمل شيله عمل. والله ما شيله. والله ما شيله. ان شاء الله باشوف شوف هذا، شوفوا هذا. انا احس اللباس الوحيدين اللي يلبسونه البنات هلا عمو سيدي شنو هي تولت يا رب لي سلام. سوي 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 فرعن أمك كنت قاعد يقول إنه هذا ما حد يلبسه إلا النسوان أو البنات الموظفات والناس اللي كذا معضلة مرة جسم جسم. وين هذا؟ لا هذا موظفة. إيه إيه استغفر الله العظيم. لا فامي لو بس لا فامي لو بس I like this. اول شيء يا شباب
أنا قبل شكل تسولف على التربية بس خلني سنة غنية هذه كل كلمات زبالة وفيها كلمة يعني شوف هذه الكلمة شوف هنا الكلمة هي وصفة أوكي هنا هذه سكتة وليه لأن الكلمة فيها مسبة المسبة الغنية نفسها الولد يقولها للبنت يا أخي الله كنتي كيف راضي تسوين على الغنية ذي وفي كثير كثير بنات تسوون مع الغنية ذي ترباية وين يبيك مدحهم يا قسم تقول حفظت الدرس أمسي بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا بين القلوب نيرانا ترى ممكن انه يبكي عادي مشان المقطع ومو مشان المقطع مشان يبين انه كيوت هل خيوت كعصلي ما باتش سنيسي ما وجاتش يا قلبي والدنيا ما عطاتش صدقوني هذا قاعد تكتك على دايلار قبل كان زيه الحين تعدل دايلار الحين مرة كويس بعد السجن بلكي سجنون نور بعد ولما تعدل انا في شوية يا اخي انا يمكن الوحيد اللي احب ارقص بس ارقص الحالي اوكي انا واخوي نرقص بس اما زي كذا والله يا رجال يلعن ام القرف اقسم بالله انا لو ابي شبني قاعد ارقص عليه فوق الكبر اقسم بالله ورحت الجامعة ورحت الكنيسة قالوا لي مفيش حاجة لدرجة ان انا رحت الدجال قالوا لي جلطة في المخ قبل كده لا ما جاتليش جلطة قبل كده لا انا مش بسألك انا بقولك جاتلك جلطة في المخ وانت ما تعرفش اوقات في جلطات بتحصل الانسان ما يحسش بيها بس المشكلة انها بتسبب امراض كبيرة يا اخي حركاته بحواجبه تقهر يا رجال تزمها بس Look at me. Find your spirit. شباب صار لي 16 دقيقة أصور ودي كم دقيقة النوب عشان يطلع مقطع مرة قصير فبشوف ثلاث مقاطع بالكثير لأنه بعده بتقرف نفسي فيها. شوف شايفين هذا المشي هذه امشي لما انشق بالشغل واجي هنا ما ابي اروح شغل ثاني مره استغفر الله شو انا اكثر شيء اكرهه الرجال اللي يلبس ذا اللي يلبس دم كشمة هذه ما هي للرجال ولا هي للنسوان هذه انصنعت مشان تظل بالمحل اقسم بالله يا اخي البنت اذا طلعتها تكون طلعت عوره من عورها يعني بنت عوره اوكي ورجال طلعها بيصير بنت بيصير مدلعه ما مرض خلي الناس مرة تكرهك وأنا أول الناس اللي يكره نفسي إذا صرت زي شباب بس صرت زي دقالبي بطيكم رغم وقتها ببكتب لكم بالتعليقات إذا صرت زي بس إن شاء الله ما أصير وأصير أرجل أنا الحين أرجل منه بعد بكرة ذي كبرت إيش يصير أرجل من وإلى هنا كصنات الحلقة لا تنسوا لايك واشتراك وسبعة موجودة في صندوق الوصف تبني عليها كامل تابعوني أسناب بعد صلى على النبي وسلام عليكم مرمار اذا سويت كوبي رايت فكرتك امك ان شاء الله.